سياق فعاليات الذكرى السنوية الخامسة لانطلاق ثورتنا الشعبية المجيدة، معرض للصور يعرض فيه الوقائع التي حدثت منذ انطلاقة الثورة في فجر 14 من فبراير سنة 2011 وإلى يومنا هذا. لقطات تعبر عن تطورات أحداث هذه الثورة وما حدث وما يجري فيها في سياق مجموعة من الفعاليات التي نظمتها الجالية البحرانية المقيمة في الجمهورية الإسلامية في مختلف محافظات الجمهورية، وبالتزامن مع الفعاليات التي دعت إليها القوى الثورية في البحرين تحت شعار عصيان النمر، والتي أعادت وهج هذه الثورة وأن هناك إرادة كبيرة لدى شعبنا في البحرين بمشاركة وحضور كبير من الأهالي من الرجال والنساء والشباب في التظاهرات التي حدثت في يوم 14 في فبراير، لتؤكد على إصرارنا وإصرار شعبنا على تحقيق المطالب التي خرج من أجلها هذا الشعب وسقط دونها ثلة من أعزتنا وفلذات أكبادنا، شهداء على مذبح الحرية والكرامة، حتى تحقيق كامل الأهداف وعلى رأسها حق تقرير المصير وتشكيل النظام السياسي الذي ينطلق وينبعث ويتشكل من إرادة الناس وتصويتهم وانتخابهم والقرار الذي تنتهي إليه تشكيل نظام يستمد شرعيته من إرادة الناس لا بفعل القوة واغتصاب السلطة. في هذا العام تميز الحضور المكثف رغم الحجم مستويات القمع ووحشية الإجراءات التي قام بها النظام القمعي في البحرين للحؤول دون مشاركة الناس في فعاليات عصيان النمر هذا العام الذي دعت إليه القوى الثورية، لكن الحضور الكبير يؤكد على أننا ماضون كشعب حتى تحقيق كامل الأهداف التي خرجنا من أجلها. وأفشل الحضور الكبير للناس في هذه الفعاليات، كل الأساليب القمعية والوحشية التي انتهجها النظام لإسكات الناس ولإخضاعهم مرة أخرى، إرادة انتصرت وأفشلت كل المؤامرات التي تستهدف هذه الحركة التي تطالب بالحرية والكرامة. ونحن نقترب يوما إثر آخر أمام واقع جديد ترسمه هذه الإرادة لنستطيع سوية أن نحتكم إلى صناديق الاقتراع وأن نشكل النظام السياسي الذي يصون السيادة الوطنية والتي ترقى فيها المواطنة على أي قيم عرقية، عنصرية، إثنية، طائفية، قبلية أخرى، والنصر قادم بإذن الله.